احنا كدوله بمسؤوليها حريصين على ان احنا الازمه الكبيره اللي موجوده في العالم ديت تاثيراتها ضخمه جدا. الدنيا هتبقى بعد الازمه الاخيره ديت هتبقى مختلفه عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده. والازمه الاقتصاديه دي هتاثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنه دي او اكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وان كنا بنعاني، يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. وبقول من فضلكم هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير، اقل حاجه اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناة السويس قداسة البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجة ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجة هعملها هقولها لكم كلكم، وزي ما انا بتكلم كده هتكلم واقول. طب حاجة تانية أخيرة وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ أنا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يحفظكم، ويا قداسة البابا دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، كل سنة وأنتم طيبين.